معانا نجم النادي الاهلي كابتن طارق خيري المدير الفني لسيدات سله الاهلي. الف مبروك يا كابتن طارق، تعودنا منك طبعا على المكسب، ما بتحبش ان انت حتى تطلع بفرق بوينتس قليل، بنشوفك قد ايه ضاغط، بنشوفك قد ايه متوتر علشان يكون الفرق كبير زي ما احنا شفنا، بس مباراة صعبة النهارده، نادي الجزيرة كان ند قوي، عايزين نعرف منك اكتر عن المباراة ورؤيتك ليه. لا هم عملوا جيم كويس، احنا النهارده برضو ده الجيم التاني كنا عدم تركيز من بعض، احنا تعرف احنا بنلعب لعبة جماعية، لو واحد ما بيدافعش او مش حافظ في الاوفنس الحاجات الهجومية التكتيك بيبوظ، فيعني عندنا النهارده في كل تشكيلة في حد ممكن يبقى سرحان فبيعمل لهم اوبجيت. هم زائد برضو هرجع نفس طبيعة اللعيب المصري، هم عندهم اصابتين، لا اتنين لعيبة بيلعبوا تايم طويل، فاطمه وحبيبه حاتم برضو مديها الحياه ان انا هكسب في اي وقت، فالموضوع احنا كنا طالعين 16 18 برضو الموضوع ماشي الثلاثية في سرحان، هي دي الازمه اللي بتعصبني دايما في تايم اوت او ان انا ما اديش الموضوع فول باور ال 40 دقيقه، وده بنقوله في التايم اوت وبنحذر بخصومات وحاجات بالشكل دوت، انما جيم كويس للاخر الجيم، هم كانوا متماسكين للاخر الحمد لله بدون خساره بدون اصابه، ده مجمل الموضوع. احنا عندنا ماتشين، انا محمل برضو عمال محمل ما بريحش، يعني انا بكره عندي تمرين وبعده عندي تمرين بقالي 6 ايام، عامل حسابي ان انا داخل على رمضان برضو الاجواء هتبقى مختلفه. بعد ماتش يوم الثلاث عندنا راحه، فانا بحمل دلوقتي عشان بعد ماتش سبورتنج اقدر انزل بالحمل، عشان عندي هيبقى دور البيست اوف 3 بتاع دور الثمانيه يوم 17، ده مهم، هلاعب مصر التامين وبعديه فاينل الكاس، فشغله كله على المدى على الاهم، خلاص احنا ترتيب في الاخر تلاقي معظم الناس كلها بتلعب، انما انت التارجت بتاعك انت دور الثمانيه بيست اوف 3 وان شاء الله الكاس. كابتن طارق، الكورتر الاول والثاني يمكن الفريق ادى فرصه للجزيره ان هو يدخل في الجيم، اهم التعليمات اللي بعد ما خلص الشوط الاول اديتها طبعا يعني الفرقه، شفنا اكيد انستراكشنز كتيره قوي، يمكن على يعني بناء على التعليمات دي يمكن رجعوا تاني النادي الاهلي للمباراه وقدروا ان هم يحققوا السكور ده. احنا الكلام كله على اللعب الجماعي، احنا الكره عندنا مشكله ان الكره في ايد لعيبه زياده، اذا كنت بعمل دريبل وزميلي فاضي احنا بنتمرنش كده، احنا بنتمرن طول ما انا اي حد، انا ما عنديش سيستم ما عنديش بوينت جارد، اللي معاه الكره هو البوينت جارد، فلما الاقي حد قدامي فاضي اسيبها واكمل انا اللين بتاعي، الكره في ايدينا زياده فمصعبين الموضوع الهجومي قوي، بقى في تنشن طبيعي لما بتحس ان انت مدرب بيضغط او مطلعي الكوره او عاملني، بيحصل ساعات تنشنه حتى مع لعيب كبير، لما في الثالث لما الدنيا بقت فيها كرة بتروح وتمشي بدا يبقى في توفيق، بدا معظم الناس تلعب، سرايا جابت ورانيم جابت ومرال، يعني ايه الموضوع ده اللي بنطلبه دايما من الناس، ان انا مش عايز الكرة في ايدي زياده، انا مش هبقى نجم، الموضوع ده اتلغى من زمان، احنا تيم، دايما افكرهم بفاينل دوري المرتبط، بصوا الحاله اللي انتوا كنتوا فيها في فاينل دوري المرتبط، بنش ولعيبه الكل بيلعب، الكرة بتطلع على الناس كلها، مفيش حد في ايده كرة زياده، الموضوع كان فيه توفيق، بنحاول نوصلهم برضو في الموضوع حته انك بتكسبي باستمرار برضو عامله ازمه، اللي انا مهما تحفزي انا النهارده بقول لهم في خصم فلوس مثلا، يعني فالموضوع انا عايز ابقى فوكس، الموضوع مش صعب بس هم الامكانيات او الكواليتي مش الكواليتي الطبيعه بتاعت اللعيب ان انا هكسب، انا بلعب بنت صغيره فانا اقوى منها، انا فلانه، ده احساس داخلي ما بيتقالش بس احنا بنحسه، هي دي اللي دايما بنتكلم فيها، لما بيبقى الموضوع نورمال الكرة بتمشي على كل الدنيا بتبقى بفضل الله، لان انا عندي الحمد لله الفرقه عدد مش قليل، عندي نسب، عندي انسايت، يعني عندنا الدنيا، عندي محترفه كويسه عندها حلول بالجري بالدريبلينج زي بالميكرات، بس هي واقفه على ان انا ابقى بدافع طول الجيم كويس وبهاجم جوه التيم، بس هي دي اللي بنطلبه من الناس. يعني طارق استغل صراحتك دي، يعني الحقيقه انه انا عارفه ان اللعيبه يعني لاعبات الفريق بيعتبروك اب ليهم في المقام الاول على الرغم من اي شد بيحصل خلال المباراه، ان اتكلمت في نقط مهمه قوي دلوقتي، اتكلمت عن فكره النجم الاوحد وانه ما ينفعش حد يعتبر نفسه كده، شفنا النهارده في المباراه خاصه يعني في الكوارتر الثالث كان في شد كتير قوي بينك وبين كابتن سرايا، لو عايزين نعرف اهم التعليقات اللي كانت على كابتن سرايا النهارده. سرايا نجمه مصر كله بطره زي ما بيقولوا، بس هي
دفاعيا انا بطلب منها ان هي دايما تبقى مركزه في الدفاع طول الوقت، ساعات بسرح ساعات بجيب شوطه وارجع على لا ارجع على مين، يعني هي الموضوع كله ان ديفنس مش اوفنس خالص، انما والدريبل زياده ده كان فاول الجيم مش في التالت، ان انا اسيب الكره من بدري من ايديا لو في حد اوريدي بيجري وانا عندي، يعني ميرال بتجري وفريده بتجري والسلاوي بتجري حتى اللي ما شاركوش يعني الموضوع فيه جري بس، وهو البوينت جارد دايما اللي بيلعب بلاي ميكر دايما انت بقك في ودنه، يعني هلعب لعبه ايه؟ هدافع ايه؟ بيطلعك يعني ايه؟ دايما هو اللي بياخد السبوت الاكبر البوينت جارد، ما هو ده اللي بحاسبه بس، وانا على طول ما انا ثريا ورنيم هات وخد على طول، لان دايما عايزهم يبقوا مركزين لان هم اضافه هم نجوم طول ما هم جوه الموضوع، احنا الموضوع بيفرق معانا جدا يعني. طارق الف مبروك مره ثانيه، بالتوفيق في اللي جاي ان شاء الله، اكيد يعني سموحه وسبورتنج مرحله هامه جدا، بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي، دايما بتنورنا وتشرفنا على شاشه قناه نادي الاهلي. انت اللي منورانا وقناه الاهلي منورانا دايما، شكرا لك. شكرا طبعا كابتن هيثم، زي ما انت شفت ده كان لقائنا طبعا مع كابتن طارق خيري نجم مباراه النهارده والمدير الفني لسيدات سله الاهلي، اتكلم في امور كتير جدا، يمكن كان غير راضي عن الاداء وهو ده اللي يمكن قال كمان ان هيبقى فيه خصومات للفرقه، وده على الرغم من ان الفرق كبير 77 65، هو ده النادي الاهلي ما بيقبلش ان يكون في اي غلطات داخل الفريق، ما بيقبلش ان يكون في اي تقصير من اي فرد في هذه المنظومه، زي ما احنا شفنا على الرغم من ان ده مكسب ومكسب كبير بفرق بوينتس كبير، ولكن زي ما احنا سمعنا كابتن طارق اكيد ده بيبقى عنصر مهم جدا، وده اللي بيخلي دايما النادي الاهلي في المقدمة.